مشاهدينا الاعزاء متابعينا الى فاضل، ننطلق واياكم متواصلين في هذه الرحله المتميزه بهذه الانطلاقات الرائعه، شوطنا الثلاثون وشوط الختام. بالنسبه للابكار الحقائق والمسافه الاربعه كيلو مترات، التماس بدايه من تنطلق مع شعار محمد بن نكد بن راشد الهاشمي على البدايه وعلى الانطلاق الاول، بينما النقله والدور الى ثاني المراكز. شعار عبد الرحمن بن عبد الله بن سالم بن بخيتان يقدم لنا هدوء على المستوى الثاني ثالث المراكز. أرى التقدم من قبل احتراز التي تتقدم على المستوى الثالث. بارك بن محمد بن ناصر بن محمد آل خليفة على المستوى الثالث، نقلة إلى رابع المراكز لكي يرى تقدم من قبل مصيحة هي القادمة بشعار علي بن حمد بن محمد بن حيدان القادم على المستوى الرابع. بينما خامس المراكز أرى في هذه الأثناء انطلاقة شعار العفرة يتقدم على المستوى الخامس ويقدم لنا في هذه الأثناء شواهين. وصلت في هذه اللحظات سالم بن علي بن فيد الزبدان المري من يقدم لنا شواهين على المستوى الخامس. هذه هي النتيجة وهذه هي الانطلاقات الحاضرة والأسماء المتواصلة، ولكن بعد ذلك نعود وإياكم من حيث البداية الأولى وإلى الانطلاق الأول لكي يرى انطلاقة التماس على البداية وعلى الصدارة الأولى. محمد بن نكد بن راشد بن سعيد الهاشمي على البداية ينطلق ويقدم لنا شواهنا نكد على المستوى الأول، بينما النقلة والدور إلى ثاني المراكز لكي يرى هدوء هي القادمة على المستوى الثاني. عبد الرحمن بن عبد الله بن سالم بن بخيتان من يقدم لنا انطلاقة هدوء على المستوى الثاني وثالث المراكز. وصلت شواهين سالم بن علي بن فيد الزبدان المري على المستوى الثالث، بينما رابع المراكز وصول الآن وانطلاقة غيوم بشعار عبد الله بن راشد بن سيف الجفال النعيمي. بينما خامس المراكز أرى في هذه الأثناء بروج وصلت الآن وتقدمت بشعار فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع بن فهد القادم على المستوى الخامس. هذه هي النتيجة والانطلاقات المتواصلة، ولكن التماس على البداية والزبداني مر مرور الكرام. ما شاء الله وتبارك الرحمن، شواهين على البداية، شواهين سالم بن علي بن فهد الزبدان المري والعصا في الابطان العصا قوس هنا يتقدم على البداية الأولى مع شواهين والماركة العالمية والسلالة الغنية عن التعريف الماركة الذهبية ماركة شاهين. وما أدراك ما شاهين يا بن فهد، روح يا بن فهد روح، اضرب روح إلى الانتصار. ولكن وصل بن سنيد الدعية قادم على المستوى الثاني مقدم لنا هذه الانطلاقة على ثاني المراكز. أرى الوصول من قبل علي بن سالم بن سنيد الدعية على المستوى الثاني يقدم لنا هذه الانطلاقة على ثاني المراكز. ثالثا وصول من قبل منصور صالح بن حنظل بن طلاب الفهدي، ولكن شواهين شواهين يا الزبداني شواهين. وأيضا الوصول من قبل علي بن سالم بن سند الدعية مع شود شود على المستوى الثاني. بن حنظل واصل في هذه الأثناء على المستوى الثالث، وصل مع منصور منصور منصور. مرت مرور الكرام وعبرت بشعار صالح بن حنظل الطلاب على البداية. الطلاب على الانطلاق الأول بن حنظل والزبداني، الزبداني وبن حنظل، ولكن منصورة مع الانتصار.
منصورة من أتت بهذا النصر المتميز وانتصرت في شوط الختام. بن حنظل قدم لنا هذا الأداء المتميز والرائع. شواهين ثانيا بشعار الزبداني، من قدم لنا سالم بن علي بن فهد الزبداني انطلاقة شواهين. ثالثا كان الوصول من قبل شودة علي بن سالم بن سنيد الدعية، بينما رابع المراكز كان الانطلاق من قبل منصورة راشد بن ناصر بن جبر النعيمي خامس المراكز. كان الوصول من قبل بروج فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع الفهيدة. نعود وياكم بالتوقيت الزمني ولحظة وصول هذه البطلة منصورة إلى خط النهاية. فيصل بن حنظل الطلاب قاطع عن مسافة الأربعة كيلو بتوقيت وقدره 6 دقائق بدون ثواني، 38 جزء من الثانية. ثانيا كان الوصول من قبل شواهين بشعار سالم بن علي بن فهيد الزبداني، 6 دقائق ثانية، 8 أجزاء من الثانية. ثالثا فكانت شودة هي المتواصلة في هذه الانطلاقة بشعار علي بن سالم بن سنيد الدعية، تهانينا والف مبروك، تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا المساء، وحظ أوفر لمن لم يحالف الحظ، والسلام ختام.